خلينا نفتح كتبنا المقدسة على سفر يوئيل، سفر يوئيل الإصحاح الثاني على صفحة 962 من العهد القديم. خلينا نقف مع بعض، نحن نقرأ من كلمة الله على صفحة 962 يوئيل الإصحاح الثاني. هقرأ من عدد 12. يقول الرب: ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح، ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم، وارجعوا إلى الرب إلهكم، لأنه رؤوف رحيم بطيء الغضب وكثير الرأفة ويندم على الشر. هنا نقرأها مرة أخرى: ولكن الآن يقول الرب ارجعوا إلي. شلون نرجع؟ بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح، ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم، وارجعوا إلى الرب إلهكم، لأنه رؤوف رحيم بطيء الغضب وكثير الرأفة ويندم عن الشر. القراءة الثانية اللي راح أقرأها من ملوك الثاني إصحاح الثامن على صفحة 445 من العهد القديم. ملوك الثاني إصحاح الثامن على صفحة 445 من العهد القديم. من العدد الأول: وكلم أليشع المرأة التي أحيا ابنها قائلا: قومي وانطلقي أنت وبيتك وتغربي حيثما تتغربي، لأن الرب قد دعا بجوع فيأتي أيضا على الأرض 7 سنين. فقامت المرأة وفعلت حسب كلام رجل الله، وانطلقت هي وبيتها وتغربت في أرض الفلسطينيين 7 سنين. وفي نهاية السنين السبعة رجعت المرأة من أرض الفلسطينيين، وخرجت لتصرخ إلى الملك لأجل بيتها وحقلها. وكلم الملك جيحزي غلام رجل الله قائلا: قص علي جميع العظائم التي فعلها أليشع، وفيما هو يقص على الملك كيف أنه أحيا الميت. إذا بالمرأة التي أحيا ابنها تصرخ إلى الملك لأجل بيتها ولأجل حقلها. فقال جيحزي: يا سيدي الملك، هذه هي المرأة وهذا هو ابنها الذي أحياه أليشع. فسأل الملك المرأة فقصت عليه ذلك، فأعطاها الملك خصيا قائلا: أرجع كل ما لها وجميع غلات الحقل من حين تركت الأرض إلى الآن. مبارك اسم الرب ومبارك كلمته لنا في هذا المساء. تفضلوا. في يوئيل يقول: ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح. وفي ملوك الثاني نشوف المرأة الشونامية تركت الأرض، تركت الأرض 7 سنين. ليش تركت الأرض؟ كان هناك مجاعة في الأرض، ولما رجعت ذهبت حتى تصرخ إلى الملك، والملك رد إلها بيته، ورد إلها مو بس بيته، رد إلها حقلة، وأيضا رد إلها محصول الحقل في فترة 7 سنوات اللي راحت بينه في المجاعة. شيء رائع جدا، يعني رجع لك أرضك وبيتك والمحصول اللي في زمن قحط أصلا مفروض ماكو محصول، هو رد له 7 سنوات المحصول بالتمام والكمال. عنوان تأملنا اليوم: صوم لاسترداد كل مسلوب في حياتك. الأسبوع الماضي كان صوم لامتلاك
أرض ميعادك. اليوم صوم لاسترداد كل مسلوب في حياتك. أمين؟ قلوا ليمك صوم لاسترداد كل مسلوب في حياتك. راح أتكلم اليوم في مبدأ مذكور في الكتاب المقدس، وهذا المبدأ ينطبق على كل ناحية من نواحي حياتك. والمبدأ هذا يقول أنه إذا أردت أن تسترد شيء أنت فقدته، يجب عليك أن ترجع إلى المكان أو إلى الشيء اللي أنت تركته. واضح؟ إذا أردت أن تسترد شيء أنت ضيعته، لازم ترجع للمكان وإلى الشيء اللي أنت تركته. منطقي لو مو منطقي؟ منطقي. لأنه لما أنت تترك شيء، أنت راح تخسر شيء. أوكي؟ بمعنى أنت ما تقدر تترك شيء من دون أن تخسر شيء. وإذا أنت أردت أن تسترد شيء فقدته، أنت لازم ترجع للمكان، للشيء اللي أنت تركته. خليني أوضح. أنت ما تقدر تستفاد من خدمة زين، خدمات زين، تعرفون عندهم أوفرات وأكو خدمة على مودك. منو مسجل بيها؟ منو مسجل بخدمة على مودك أو ما أعرف شنو؟ المهم إذا أنت مسجل في خدمة وبعدين بطلت، إذا أنت بطلت اشتراكك، أنت راح تفقد الخدمة، صح لو لا؟ إذا تركتها راح تفقد امتيازاتها، صح لو لا؟ صح. لما تترك شيء أنت راح تخسر شيء، والطريقة الوحيدة أنك تسترد هذا الشيء أنت لازم ترجع للشيء اللي فقدته. خلينا نوضح شيء آخر. لما أنت تترك الأكل الصحي، لما أنت تترك الرياضة، لما أنت تترك النوم، أنت راح تخسر صحتك سريعا. يعني إذا مو اليوم، بعد شهر، بعد سنة، صحتك راح تنحدر. الخبر الجيد أنه إذا أردت أنه تسترد صحتك، لازم شو تسوي؟ ترجع تأكل أكل صحي، ترجع تلعب رياضة، وترجع ساعات تنام ساعات كافية من النوم. نفس المبدأ ينطبق على كل ناحية من نواحي حياتك. لما أنت تترك الكنيسة أنت راح تخسر الكثير. إذا أنت تريد تسترد الشيء اللي فقدته، لازم ترجع إلى الكنيسة. لما أنت تترك الحياة المكرسة، أنت راح تخسر الكثير. إذا أنت تريد تسترد الشيء اللي خسرته، أنت لازم ترجع للشيء اللي أنت فقدته. أمين؟ كمجتمع نحن تركنا الأخلاق، صح ولا لا؟ كمجتمع نحن تركنا مخافة الله، وبالتالي لما تركنا مخافة الله نحن خسرنا رضا الله. اسمعوني، نحن ما خسرنا محبة الله، لأنه محبة الله لا تتغير. حتى لو عشت بالنجاسة وبالكفر وبالزنا، محبة الله لا تتخير. لكن لما نحن تخلينا تركنا مخافة الله، نحن خسرنا رضا الله. بالحقيقة نحن خسرنا تمتعنا بمحبة الله. نحن ما خسرنا محبة الله، لكن لما أنت تخسر مخافة الله، أنت بالتالي تخسر تمتعك بمحبة الله. وإذا نريد نسترد رضا الله، لازم نرجع للأمور اللي نحن تخلينا عنها. أمين؟ ما ممكن نتخلى عن قوانين الله وما نخسر. ما ممكن تتخلى عن قوانين الله وما تخسر. قلوا ليمك ما ممكن تتخلى عن أحد قوانين الله وما تخسر. لاحظ، إذا أنت خسرت الفرح، ارجع لحياة التسبيح. تعرف أنت ممكن تظل كآبة، يمكن واحد جالس في هذا المكان كئيب، انت ممكن تظل كئيب اذا ردت وتطول في الكآبة، لكن اذا اردت ترجع للسعادة، ترجع لحياة الفرح، ارجع لحياة التسبيح. امين. اذا انت خسرت حياة الانتصار، ارجع للكلمة، ارجع لطلب وجه الرب. من يقول امين؟ ما ممكن تترك مخافة الله وتريد رضا الله. ما ممكن تترك حياة الصلاة
من دون أن تخسر شيء. لهذا سؤالي إليك اليوم، هل أنت عندك اليوم وقت للصلاة؟ أسأل منو عنده وقت للصلاة؟ أنا أعرف أنه أنت عندك وقت للونسة، منو عنده وقت للونسة؟ كلنا عندنا. أنا أعرف أنه أنت عندك وقت للتلفزيون، عندك وقت للإنترنت، عندك وقت للفيسبوك، عندك وقت للرياضة، لكن هل عندك وقت للصلاة؟ لأنه إذا ما عندك حياة صلاة أنت راح تخسر، وإذا أنت تريد تسترد حياة الصلاة أنت لازم ترجع إلى الشيء اللي أنت فقدته. لاحظ، إذا أنت تركت حياة التكريس، إذا أنت تركت حياة القداسة والنقاوة، أنت راح تخسر الكثير. تعرفون السبب الوحيد أنه شمشون الجبار، شمشون خسر قوته، السبب الوحيد أنه خسر قوته بسبب أنه ترك حياة النقاوة. لاحظوا، شمشون لما كان حافظ النذر مالته احتفظ بقوته، اللي يعرف القصة، لما حافظ عن النذر ماله، حفظ شعره من انه ينقص، حفظ نفسه انه ما يشرب خمر، احتفظ بقوته. لكن لما تخلى عن نذوره صار بينه خسر قوته. تعرفون لما شمشون تخلى عن نذره، شمشون كان نذير للرب، لما تخلى عن نذره الله تخلى عن وعوده له. الله كان وعده، لكن لما شمشون تخلى عن نذره الله تخلى عن وعوده لشمشون. ونفس الشيء لما انت تترك مبادئ وقيم الله، مجرد وقت لما انت بتبدي تخسر حضوره في حياتك، لما تبدي تخسر قيم الله في حياتك، شوية شوية تبدي تخسر حضور الله في حياتك. شيء خطير جدا جدا جدا. تعرفون مشكلة هذا الجيل شنو؟ مشكلة هذا الجيل انه يريد يسترد اللي الشيء اللي فقده، لكنه لا يريد ان يرجع للشيء اللي فقده. يعني يريد يسترد الشيء بدون ما هو يرجع يدور على الشيء اللي فقده. تفهمني؟ حبايبي، نحن تركنا حياة الصلاة، نحن تركنا حياة التوبة، مؤمنين بس نايمين بالاجتماع، نحن تركنا حياة الاتضاع، نحن تركنا حياة الانكسار. متى آخر مرة تبت بي قدام الرب؟ نحن تركنا حمل الصليب، نحن تركنا حياة التكريس. بس مع هذا نحن نريد شنو؟ نريد بركات الله، نحن نريد البركات. لكن إذا نحن نريد بركات الله، نحن لازم نرجع للشيء اللي ضيعناه في منتصف الطريق. أمين حبائي، لازم نعرف، نحن نعرف بس ما نعرف، لازم نعرف أن الفلوس ما تجيب السعادة، الشهرة ما تجيب السعادة، الجنس ما يجيب لك السعادة، لكن يسوع فقط يجعلك سعيد، يسوع فقط يملأك بالفرح. قول أمين. يسوع فقط يملأك بالسلام، يسوع فقط يملأك بالشبع. لاحظوا، شمشون فقد رؤيته، فقد حريته، فقد استخدام الله له. وفي يوم من الأيام صحى فجأة، شاف فقد قوته، والسبب لكل هذا أنه فقد تكريسه ونقاوته، فقد كل شيء. لاحظوا، بسبب أنه فقد تكريسه، بسبب أنه فقد قدسته طهرته، بعد فقد كل شيء، فقد نظره، فقد حريته، فقد دعوة الله لحياته. تعرف اليوم يمكن مو كل شخص شايف اللي انت دا تعمله في غرفتك، مو كل شخص شايف، بس اريد اكد لك انه الله شايف.
وإذا أنت خسرت طهارتك، إذا أنت خسرتي طهارتك، أنت راح تخسر بعد كل شيء. وإذا كنت مؤمن راح تخسر قوتك في الصلاة، راح تخسر تأثيرك، راح تخسر رائحتك الذكية. تعرفون نفس المبدأ ينطبق في الزواج، لما أنت تترك التواصل أنت راح تخسر العلاقة الحميمة، لما أنت تترك التواصل راح تخسر حياة العائلة. لأنه لما تترك شيء، أعرف لما تترك شيء راح تخسر شيء، هذا مبدأ. لما تترك شيء أنت راح تخسر شيء، لكن إذا رجعت للشيء اللي أنت تركته أنت راح تسترد اللي خسرته. في ملوك الثاني، في القصة اللي قرأناها، أليش عن النبي طلب من المرأة الشونمية، طلب من عدا أن تغادر بسبب المجاعة 7 سنوات، وبعد 7 سنوات رجعت هذه المرأة، وأول شخص رجعت له كان منه؟ لا، رجعت للملك. أول شخص رجعت له هو الملك. واليوم إذا أنت تريد تسترد اللي خسرته لازم ترجع إلى الملك، لازم، قل لازم ترجع للملك، لازم ترجع له. لهذا في بداية 2018 أنا أريد أشجع كل واحد، أنا أريدك اليوم في يوم، مش قد اليوم 20 21، أنا أريدك ترجع إلى ملك الملوك ورب الأرباب وتعترف بي كملك والسيد ورب على حياتك. أمين. اليوم يمكن البعض منكم خسر الكثير، ويمكن ما زال ده يخسر، يمكن أنت كنت تعتقد أنه ممكن تحصل على بعض النجاح من الخطيئة، يمكن كنت تعتقد أنه ممكن تحصل على بعض اللذة من الخطيئة، لكن أريد أكد لك ما راح تقدر. لأنه طالما تركت يسوع، طالما تركت كلمته، طالما تركت مبادئه وقيمه في التكريس والنقاوة، أنت راح تخسر الكثير. مشكلة هذا الجيل أنه ده يصرخ أنا أريد أسترد الشيء اللي خسرتونه، أنا أريد أسترد هذا الشعور اللي كنت أشعر بينه، أنا أريد أسترد الفرح، أنا أريد أسترد العلاقة الحميمة مع الله، أنا أريد أرجع أشعر أنه الرب قريب من عندي، الرب قريب من عندك. بس أنت فقدت تمتعك بمحبة أبوك السماوي، لهذا أنت ما تشعر هو قريب من عندك، بس أنت فقدت تمتعك بمحبة الله بسبب حبك للخطيئة. أنا أريد أرجع أذوق الرب، لكن مشكلة هذا الجيل أنه أنا ما أريد أرجع للشيء اللي تركتونه، وهذا ما ممكن يحصل. كثيرين من عندنا عايشين في فتور روحي، كثيرين من عندنا عايشين تحت أسميها لعنة الفتور، كثيرين في الكنيسة عايشين تحت هذه اللعنة، والرب ده يقول لهؤلاء عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقط وتوب وعمل أعمال الأولى، وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتوب. لاحظوا الرب ده يقول إذا أنت تركتني كحبي الأول، أنا راح أخذ نار الروح القدس من عندك. إذا أنت تركتني كحبك الأول، أنا راح أخذ الشغف اللي عندك، أنا راح أخذ النور. تعرف الرب إذا أخذ النور فجأة أنت تمشي، شلون هسه إذا انقطعت الكهرباء فجأة تلقي أنه الأمور سودت بعيونك، وأنت إذا تمشي سودت الأمور بعيونك، حتى ما تقدر تمشي خطوة يمين أو يسار. أنت بالحقيقة، أريد أقول لك من دون الروح القدس، أنت بالحقيقة ما تقدر تأخذ نفس ثاني من دونه، ما تقدر تأخذ نفس ثاني مرة.
عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. هذا الجانب السيء من القصة. الجانب الجيد أنه لو رجعت له اليوم أنت ممكن تسترد النار. أنت ممكن إذا رجعت له تسترد النار اللي فقدتها. أنت ممكن تسترد الفرح، من يقول أمين؟ أنت ممكن تسترد الرؤية، من يقول أمين؟ أنت ممكن تسترد العلاقة الحميمة مع الله إذا أنت رجعت للشيء اللي فقدته. تعرفون رجال الأعمال اللي عنده بزنس، مبيعات معمل أو أسواق وكذا، إذا المبيعات انخفضت، شخص عنده فد بضاعة وده يسوقها، إذا المبيعات نزلت، إذا أسأل زيد تاجر، إذا عندك ده تبيع شيء وده ينزل، تسوي اجتماع، تجيب كل اللي يشتغلون عندك، تسأل شنو الشيء اللي تغير بحيث المبيعات قلت، صح ولا لا؟ يمكن ده بيع غالي، يمكن صار منافسين، يمكن البضاعة سيئة، يمكن البضاعة رديئة. رجال الأعمال يرجعون يقيمون، إذا ده نخسر، إذا بيعنا صار قليل، لازم نرجع نشوف شنو السبب. المشكلة مؤمنين، يا ريت ديك الأيام، يا ريت أرجع أشعر أن الرب قريب. أوكي، أرجع لحياة الصلاة، أرجع للمذبح، أرجع أسجد ساعات عند أقدام يسوع، ورح تشوف بركة الله رح تجي على حياتك. بس يا ريت أشعر وانت قاعد قدام الفيسبوك 4 ساعات، ما رح يصير شيء، صح لو لا؟ في لوقا 15 قصة الابن الضال، شوف انه الابن ترك بيت ابوه، الابن ترك محبة الاب، الابن ترك بركة ابوه، ولما الابن ترك، الابن لم يدرك انه خسر شيء، صح ولا لا؟ يعرف قصة الابن الضال، الابن ترك، تعرفون ما حس انه ترك خسر بركة ابونه، محبة ابونه، ابدا ابدا ابدا، بالعكس هو حسب ربح فلوس ابونه. وما زال لحد هذا اليوم إبليس يخدع الملايين أنه أنت ممكن تخسر، أنت ممكن تترك بيت أبوك، بيت الآب السماوي، وما تخسر شيء. ابن ترك معتقد أنه ربح الفلوس بجيبه، ربحته، تركته بابا، رجعته للحرية، يرجع يلعب بكيفه، يسكر بكيفه، يزني، يدخن. تعرفون ممكن اللذة الوقتية تستمر لبعض الوقت، ممكن لبعض الوقت، لكن مبدأ الله لا يتغير. لأنه لما تترك بيت أبوك أنت راح تخسر الكثير. مجرد وقت راح تجد نفسك في حضرة الخنازير، مفلس، مجروح، مهان، فشلان، يائس، بلا رجاء. لكن أحبائي، الأخبار السارة أنه الأب منتظرك، هو ده يقول لكل واحد تعال ارجع إلي، تعال ارجع إلي، وانت راح تسترد اللي فقدته. مو راح تسترد اللي فقدته، لكن راح تسترد كل شيء انت فقدته. امين. تعرف لو انت اختبرت هذا مثلي، راح تعطي تسبيح لله، راح تقول له يا رب مراحمك عظيمة وانت صالح وإلى الأبد رحمتك. أمين. لاحظ، أنت ما تقدر تترك القداسة والنقاوة وما تخسر شيء. الابن الضال خسر، وأنت راح تخسر، وراح يستمر مسلسل الخسارات لغاية ما
ترجع. كنيسة هالأيام، كنيسة هالأيام في أماكن كثيرة خسرت الآيات والمعجزات، صح؟ خسرت معمودية الروح القدس. السبب أن الكنيسة تركت الرسالة الموجودة في أعمال اثنين. الكنيسة خسرت آيات معجزات، خسرت معمودية الروح القدس، لأن الكنيسة خسرت الرسالة في أعمال اثنين. أحبائي، هناك قوة في الروح القدس، أمين؟ هناك قوة في دم الحمل، وإذا نحن رجعنا للشيء اللي نحن تركناه، هو راح يحرر المقيدين، هو راح يشفي المرضى، هو راح يعمل المعجزات. تعرفون لعنة الكنيسة شنو؟ كثير من المؤمنين صاروا فاترين، فقدوا فرحهم، فقدوا محبتهم الأولى. يعني خلينا نرجع لحياة التسبيح، نرجع لحياة الفرح، نبطل تذمر، نبطل تمرمر، خلينا نرفع ايدينا للأعلى، وخلينا نعلن صلاح الله ونعيش حياة تسبيح والشكر، لأنه الشكر هو المفتاح أنه بركة الله تجي على حياتك، أمين؟ لما تشكر الرب، لما تعيش حياة تسبيح، هذا مفتاح أنه بركة الله راح تنغمر على حياتك. تعرفون كنت بدي احكي ويا يارو قبل كم يوم، داود في يوم من الايام ترك تابوت العهد، تابوت العهد اللي يرمز الى حضور الله، تركه وين؟ تركه 3 شهور في بيت عبيد. منو يعرف القصه؟ داود ترك تابوت العهد في بيت عبيد. ليش؟ لانه كان خايف، لانه عزة مات، خاف داود ياخذه الى مدينته، خاف لا هو ينضرب، فتركه، خلانه بعيد. ويقول المفسرين، يقولون انه لما ترك تابوت الله 3 شهور، يقولون ولا مزمور كتب خلال هذه 3 شهور. المفسرين يقولون خلال هذه 3 شهور ما كتب ولا مزمور، لكن الكتاب يقول انه داود لما عاد واسترد التابوت، استرده شون؟ بالموسيقى والرقص، امين. اليوم يمكن البعض منكم تركتم حياة التسبيح، واليوم في بداية هذه السنة انا ادعوكم انه ترجعون للملك. انا اليوم ادعوكم انه ترجعون للملك حتى نسترد الفرح، قولوا أمين، حتى نسترد حياة التسبيح، حتى نسترد العلاقة الحميمة مع الله. في القراءة اللي قرأناها في ملوك الثاني 8، المرأة لما عادت وتكلمت إلى الملك، الملك عاد لها بيتها، حقلها، وكل غلة الحقل لمدة 7 سنوات. في أول 2 يقول الرب ارجعوا إلي بكل، قل بكل قلوبكم وبالصوم، نحن صايمين، والبكاء والنوح، ومزقوا قلوبكم مثيابكم، وارجعوا إلى الرب إلهكم. ليش؟ لأنه رؤوف رحيم بطيء الغضب وكثير الرأفة. أحبائي، هو بطيء الغضب، قل هو بطيء الغضب. التدين شي يعلمنا؟ التدين يعلمنا انه الله قاسي، الله قل قاسي، ظالم، غضوب، يعاقب، لكن بالحقيقة بطيء الغضب، كثير الرحمة. قل بطيء الغضب، كثير الرحمة. تعرف اليوم إذا أنت جيت للرب صايم وتايب، الرب بدل ما يعاقبك، الرب يرسل بركته على حياتك. منو يصدق يقول آمين؟ لو نحن جينا صايمين، لو جينا للرب تايبين، الرب بدل ما يعاقبنا، الرب رح يرسل بركته على حياتك. في قصة الابن الضال، أنا خلصت وممكن تحضرون للترنيمة. في قصة الابن الضال، الأب لما شاف ابنه
يقول الأب ركض إلى ابنه. واليوم لما الله يشوفك راجع رح يجي ركض عليك. تعرف هو مو زعلان من عندك، هو مو زعلان من عندك، هو بطيء الغضب ومليان رحمة، هو مستعد اليوم لرجوعك. لهذا ارجع له في هذه السنة، ارجع له، ارجعي له، ارجع لحياة النقاوة والطهارة والقداسة ومخافة الله. وإذا أنت رجعت للي تركته هو رح يرد لك كل اللي فقدته. أمين. خلينا نغمض عيوننا ونسمع ترنيمة خاصة قبل ما نصلي. نتواضع قدامك، نعلن توبة حقيقية، نسجد ليك ونطلب وجهك، سايبين طرقنا الرضية. نيجي ونتواضع قدامك، نعلن توبة حقيقية، نسجد ليك ونطلب وجهك، سايبين طرقنا الرضية. تعالى وسطينا واسمع يا ربي لينا، افرغ أراضينا سيش حوالينا، ثبت حقك فينا. تعالى وسطينا واسمع يا ربي لينا، افرغ أراضينا سيش حوالينا، ثبت حقك فينا، حقك فينا. نيجي ونتصالح وياك، وعهودنا بنجددها معاك، دي مهما كانت خطايانا، إيماننا في غفران دماك. نيجي ونتصالح وياك، وعهودنا بنجددها معاك، دي مهما كانت خطايانا، إيماننا في غفران دماك. تعالى وسطينا واسمع يا ربي لينا، افرغ أراضينا سيش حوالينا، ثبت حقك فينا. تعالى وسطينا واسمع يا ربي لينا، افرغ أراضينا سيش حوالينا، ثبت حقك فينا، حقك فينا. جايين بنرفع لاسمك ايدينا، يلي اسمك دعي علينا، ومشتاقين لحضورك فينا، روحك يعود يملك علينا. جايين بنرفع لاسمك ايدينا، يلي اسمك دعي علينا، ومشتاقين لحضورك فينا، روحك يعود يملك علينا. تعالى وسطينا واسمع يا ربي لينا، افرغ أراضينا سيش حوالينا، ثبت حقك فينا. تعالى وسطينا واسمع يا ربي لينا، افرغ أراضينا سيش حوالينا، ثبت حقك فينا، حقك فينا. خلينا نوقف للرب. باين الشعر في حضور الرب في هذا المكان، رب دينادي عليك
الملك دينادي عليك. الملك دينادي على كل واحد. رب يقول لك إذا رجعت، إذا رجعت إلى محبتك الأولى، النار راح ترجع تشتعل في حياتك، المنارة راح ترجع تنور. رب ينادي عليك، رب ينادي عليك يا من تركت حياة الطهارة والنقاوة، يا من رجعت إلى العالم وملذاته. رب المجد ملك الملوك ورب الأرباب ينادي عليك، ودينادي عليك أنه ترجع إلى بيت أبوك، ترجع إلى حضن أبوك، ترجع إلى أحضانه. يمكن أنت اليوم مثل ابن الضالة، يمكن أنت ضيعت حياتك بالرغبات والشهوات والنجاسة والإنترنت واللبس. يمكن أنت اليوم حاسس أنه أنت دا تاكل خرنوب الخنازير مثل الابن الضال، وعيش مجروح مهان مذلول. يقول الكتاب أنه الابن الضال رجع إلى عقله. يا من عايشة في مكان لا يليق أن تعيشي فيه، رب ينادي عليك ارجعي إلى حضن أبوك. يا من عايش في الرذيلة، رب ينادي عليك أنه ترجع إلى عقلك وترجع للرب وتتوب وتقول له ارحمني أنا عبدك الخاطئ، أنا جاي أتوب، أنا جاي أسلمك حياتي، أنا جاي أسلمك قلبي، أنا جاي أدعوك أن تكون سيدي وربي. يمكن أنت مؤمن بس مخلي الرب بدل أولا مخليه أخيرا. أنت مهتم بمشاريعك، بخطتك السنوية، مهتم مش قد تربح، مهتم بالأكل والشرب واللبس، وتركت الميراث، تركت بيت أبوك، تركت الخدمة، رجعت للعالم من برا مبين مؤمن، بس أنت تركت الينابيع الحية، أنت رحت تحفر لنفسك آبار مشققة لا تضبط ماء. اليوم الرب ربي نادي عليك، ربي نادي عليك، ربي نادي يقول لك تعال ارجع لي، تعال ارجع لحضن الآب. ضيعت الكثير، خسرت الكثير، خسرت الكثير، يمكن خسرتي سمعتك، وراح تخسرين أكثر لو ما رجعتي إلى حضن بابا. ارجع للينابيع، ارجع إلى مكان الراحة، ارجع لمكان القداسة. قلوا يا رب سامحني، سامحني لأني ابتعدت، سامحني لأني فترت، سامحني لأني اهتميت باهتماماتي الشخصية ونسيت الملكوت. كان أنا جاي أرجع لك، جاي أرجع لك مهما كانت حالتك، قلوا أنا جاي أرجع إليك، أنا جاي أرجع إليك، أنا جاي أرجع إليك، أنا جاي أتمتع، أنا جاي أريد أتمتع بحضنك. رب عمره ما نساك، رب عمره ما قلت محبته إلك،
لكن أنت ابتعدت عن حضن أبوك، لهذا لم تتمتع بمحبة أبوك. لكن تعال ارمي نفسك وارمي أحمالك عند قدميه، ارمي أحمالك عند قدمي الصليب، ارمي كل شيء. قل سامحني لأن ضيعت حياتي بصحن عدس مثل عيسو، بعت دعوتي شوية فلوس. يا رب أنا صلي اليوم استرداد، صلي يا رب اليوم أزمنة رد كل شيء. قل أمين. قل يا رب أنا أريد اليوم أسترد خدمتي ودعوتي ورسالتي وميراثي، أنا أريد أسترد المسحة، أنا أريد أسترد المحبة الأولى، أنا أريد أسترد حبي الأول إلك يا رب، أنا أريد أسترد حياة النقاوة وأسترد حياة القداسة، أنا أريد أسترد الغيرة وأنا أريد أسترد الحماس، أنا أريد أسترد الخدمة وأريد أسترد الرؤية يا رب. أنا أصلي جوع، جوع وعطش يا رب، أعطينا جوع وعطش لشخصك. لو هذه صلاتك صليها بصوت عالي، قل يا رب جوع وعطش لشخصك. يا رب أنا أصلي إنه هذه 21 يوم تنقلنا يا رب، تنقلنا يا رب، يا رب أعطينا مزيد من الجوع والعطش لشخصك، جوع وعطش لكلمتك. قربنا يا رب، قربنا إلى شخصك، شوفنا مجدك، شوفنا مجدك، ابهرنا بيك مرة أخرى، ابهرنا بيك، ابهرنا بيك، ابهرنا بيك يا رب. صلاتي لأجل أشخاص اللي فقدوا حماسهم الروحي، فقدوا حواسهم الروحية، أنا أصلي أنه كل شيء يسترد الآن في اسم الرب يسوع. أنا أصلي لأجل أشواق جديدة، أنا أصلي لأجل حماسة جديدة في اسم الرب يسوع. أنا أصلي يا رب أنك أنت تعطي الفشلانين أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون في اسم الرب يسوع. أصلي تعطي التعبانين راحة، تعطيهم سلام، تعطي يا رب المحتاجين شفاء يا رب. أنت الشمس البروة شفاء في أجنحتك، صلي يا رب شفاء للتعبانين للمرضى يا رب في اسم الرب يسوع. صلي يا رب أنه هذه 21 يوم يا رب تكون يا رب وقت يا رب موت للإنسان العتيق يا رب. أنا أصلي أنه هذا الصوم يكون موت للإنسان العتيق، صلي أنه هذه 21 يوم تكون صلب للجسد يا رب. أنت غلبت الموت بالموت، وأنا أصلي أنه نموت حتى ما نعيش لأنفسنا لكن نعيش إليك. لذلك يا رب جايين ككنيسة نتواضع، جايين يا رب ككنيسة نتوب، جايين يا رب ككنيسة نذلل أنفسنا، جايين يا رب ككنيسة ننزع كل آلهة غريبة في وسطنا. جايين يا رب نتصالح وياك. خلينا نرنم الترنيمة اللي رنمها داني. نتواضع قدامك نعلن توبة حقيقية، نسجد ليك ونطلب وجهك سيد طرقنا الرديئة. خليها تكون صلاتك اليوم. نيجي ونتواضع قدامك نعلن توبة حقيقية، نسجد ليك ونطلب وجهك سايبين طرق ضرديا. تعالى وسطينا واسمع يا ربي لينا، ابرئ أراضينا سيج حوالينا، ثبت حقك فينا. تعالى وسطينا واسمع يا ربي لينا، ابرئ أراضينا سيج حوالينا، ثبت
فينا حقك فينا نيجي ونتصالح وياك نيجي ونتصالح وياك وعهودنا بنجددها معاك دي مهما كانت خطايانا إيماننا في غفران دماك نيجي ونتصالح وياك تعال الصالح ويا أبوك تعال الصالح عهودنا بنجددها معاك ارجع له جدد عهودك معاه خطايانا إيماننا في غفران دماك تعالى وسطينا واسمع يا ربي لينا حوالينا ثبت حقك فينا تعالى وسطينا واسمع يا ربي لينا امر اراضينا سيش حوالينا ثبت حقك فينا حقك فينا جايين بنرفع لاسمك ايدينا يلي اسمك دعي علينا ومشتاقين لحضورك فينا وقتك يعود ويسجد علينا جايين نرفع لاسمك ايدينا يلي اسمك دعي علينا ومشتاقين لحضورك فينا روحك يعود يملك علينا تعالى وسطينا واسمع يا ربي لينا قدر أراضينا سيش حوالينا ثبت حقك فينا تعالى وسطينا واسمع يا ربي لينا قلوا يا رب جايين نتواضع قدامك جايين نعلن توبة حقيقية جايين يا رب نرجع عن طرقنا الردية جايين يا رب نتصالح وياك جايين نتصالح وياك جايين نجدد عهودنا معك مشتاقين لحضورك مشتاقين لروحك يملك علينا اخوتي صدقوني ماكو احد رح يموت بسبب الصوم لو انت بعدك ما صايم اخر اسبوع صوم ويانا ماكو احد رح يموت بسبب الصوم لكن الخطية ممكن توديك للموت هذا الجسد وشهواته ممكن يوديك للموت الأبدي واليوم يمكن أنت تركت حياة النقاوة تركت مخافة الله تركت محبتك الأولى يمكن رحت حفرت لنفسك أبار مشققة لا تضبط ماء أنا أدعوك اليوم أنه ترجع للينابيع ارجع مو للآبار ارجع للينابيع ارجع للينابيع للأصل امين